أكدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أهمية البناء على توسية ورشة عمل تصميم مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية التي استضافتها البحرين، حيث أوصت الورشة في ختام أعمالها بالاسترشاد بتجربة المملكة في إعداد تقرير وطني لقياس التوازن بين الجنسين. تجارب متنوعة، خبرات مختلفة التقت في البحرين لتبحث سبل العمل على تطوير مختلف الجوانب التنموية لمشاركة المرأة في مختلف المجالات، وخلصت في نهاية ورشة عمل تصميم مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية بمجموعة من التوصيات تمحورت حول ضرورة حساب المؤشر في كل دولة من دول المجلس لخمسة مواضيع رئيسية: الصحة والتعليم، الاقتصاد وصنع القرار، والمحور الاجتماعي. اليوم الثاني استكمالا لما تم عمله أمس في اليوم الأول، حيث تم أمس التعرف على تجارب الدول الأعضاء فيما يخص مشاركة قياس مشاركة المرأة في التنمية، واتضح أن العروض كانت تشير إلى المستوى المتقدم الذي وصلت له دول مجلس التعاون في هذا المجال. اليوم ركزنا في الأساس على مناقشة محتوى المؤشر الخليجي الذي سيستخدم إن شاء الله في قياس تقدم مشاركة المرأة في التنمية. إضافة إلى ذلك طلعنا بمجموعة من التوصيات التي ستساهم في إنجاز المؤشر. وأوصت الورشة أيضاً بتوحيد المفاهيم والمنهجيات والتصانيف لمؤشرات القياس المتوافقة مع المفاهيم الدولية لتصبح مرجعاً إحصائياً خليجياً ودولياً. اليوم إحنا تناقشنا في المؤشرات، طبعاً جميع المؤشرات المحاور عندنا خمسة محاور، وكل محور يتكون من مجموعة مؤشرات. جلسنا نتناقش انه لازم المؤشرات هذه دول مجلس الستة تتفق عليها، فاحنا تقريبا يعني في مؤشرات كثيره اتفقنا عليها. مشروع بناء وتصميم مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية كان محور النقاش والبحث في الورشة من خلال الاطلاع على تجارب الدول المشاركة بهدف تصميم مؤشر خليجي يقيس مستوى مشاركة المرأة الخليجية في التنمية. كما عملت الورشة على اعتماد مؤشر لإصدار تقارير دورية تحلل نتائج المؤشر للوصول لاستراتيجيات تدعم رفع مشاركة المرأة الخليجية في التنمية. على مدار يومين بحث المشاركون في الورشة العديد من الأفكار التي سترسم خطا متقدما لأبرز السبل لرفع مؤشر مساهمة المرأة الخليجية في التنمية بمختلف القطاعات. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.